النهارده هنعمل جاتو شاتو، هنقول عندي كوبايه سكر، عندي كوبايه لبن، عندي كوبايه زيت، عندي باكت كريم كراميل من الجاهز، وعندي فانيليا، 2 بيضه، وعندي معلقه خل، وعندي كوبايه من الدقيق، وعندي بيكنج باودر معلقه، وعندي معلقه من النشا كبيره، وعندي كراميل. كراميل اللي هو بيجي مع باكتس الكريم كراميل اللي انا هستخدمه هستفيد بيه. طيب تعالوا بقى نقول بسم الله. اول حاجه انتوا سامعيني حبايبي؟ انا اصلي مش سامعه صوتكم خالص، فلو انتوا سامعيني تمام، انا مش سامعه حد. ايوه بسم الله، ايوه كده تمام. بصوا بقى هنحط بقى كوبايه السكر. بسم الله الرحمن، احنا هنعمل الاول الخليط الاولي اللي هو ايه، اللي هو هناخده الاول ناخد منه شويه عشان نزين بيه الكيك بتاعنا. بسم الله بسم الله. وادي الزيت واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، دول الاول هناخدهم كده ونخلط الخليط الحلو ده مع بعض. بسم الله. لازم ادوب السكر كويس قوي بما ان عندي سوائل. ليه كمان؟ في اي كيك لازم ادوب السكر واديله وقته، عشان كده السكر ده لو فضل حبيبات كده بيلسع الكيك. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تهبط معايا الكيك وتديله لون زياده. خلوا بالكم من النقطه دي قوي. ها باكت الكريم كراميل اللي قلنا عليه الجاهز. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيسمك بعد إضافة الكريم كراميل، هيسمك معانا الخليط ده شوية. الخليط بقى جوه في سماكه هوريها لحضراتكم. بسم الله اهو، بصوا الخليط بقى عامل ازاي، سميك. حاضر، بصوا كل ما نضرب كل ما يتقل معانا اهو، شايفين ازاي؟ احنا لسه كده ما ضفناش ولا بيض ولا اي حاجه، هحط نقطه بس فانيليا عشان تدي طعم للخليط الحلو ده. خليني ايه، نقطة من الفانيليا السايلة هتبقى تقريبا نص الغطاء، يعني اهي معلقة صغنونة خالص، معلقة شاي تدي طعم وريحة حلوة قوي للكيك ده. كده احنا هناخد شوية بقى من الخليط ده، كوباية تقريبا، يعني خلينا نشوف ايه، بولة صغنونة كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد شوية. وهاخد بقية الخليط، انا مش عايزة كيك عالي عشان كده انا ايه باخد رصاص اكتر كمية، وهكمل باقي المكونات هنا. هحط بقى ايه بقية خليط الكيك بقى اللي هو بيتحط له ايه، البيض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البيض، 2 بيضة، وعندي معلقة واحدة خل. الخل ده بيدي هشاشة كده حلوة للكيك بشكل جميل. بسم الله اهو، وهنحط برضو رشه تانية من الفانيليا عشان البيض اللي احنا ضفناه. بسم الله الرحمن الرحيم، النص معلقه التانيه اهي. خلاص هنضرب بقى الخليط ده لوحده. بسم الله، بعد ما شلنا كوبايه قبل باضافه البيض. هنا بقى بولة هاخد فيها الدقيق
و البيكنج باودر والنشا ونقلب مع ذره الملح اهو. هنروح بقى نضيف على الخليط اللي هناك كده. تمام، بسم الله الله. هنحط بقى الخليط ومش كتير على الخلاط. لو حطينا الايه كوبايه الدقيق والشويه الحلوين دول، احنا عايزين حاجه كده ايه، عارفين لما نيجي نعمل ديسك من السبونج مثلا، او نعمل حبه صغيرين من الكيك زي كده، ايه طبقه كيك كويسه ليها طعم حلو. هنعمل ده بقى. بصوا ما شاء الله، خلاص طبعا خليط الكيك ما من ايه ما بنضربوش برضو كتير. طيب هاخد كده نقطه واحده بس من الزيت بالفرشه. بسم الله. الفرن عندي على 180، انا كده كده مشغلاه عشان الفطيره. هنصب بقى خليط الكيك ده واخد سباتولا كده. بسم الله اهو. طعم بقى الكيك ده، جاتو شاتو ده من الاكلات طبعا الفرنسيه. شاتو بالفرنش يعني قصر، قصر يعني، وانا قلت قصر قلتها باللغه العربيه الفصحى. ايوه بصوا اهو، شايفين الطبقه مش كبيره مش عاليه. خلاص هنبدا بقى نحطه في الفرن. انا مسخنه على 180 على الشبكه في النص لحد ما يبقى خليط كيك حلو قوي. هيطلع هتبقى طبقته هشه وحلوه. احنا عاملين واحد تاني، بصوا كانه مسقي، يعني كانه محطوط له محلول السقي زي مثلا ميه كومبوت زي اهو. بصوا الكيكه طريه ازاي وجميله عشان فيها نسبه كريم كراميل. هندخل بقى ده الفرن. ودلوقتي ايه، بسم الله، الفطيره نطلع بقى الفطيره ريحتها روعه. اوكي اهي، وندخل الايه اللي معانا. بسم الله يلا بينا زي الفل. خلاص كده، طيب ادي الفطيره قدام حضراتكم. ودلوقتي بقى هنبدا ناخد الكوبايه اللي احنا شلناها، فاكرينها اللي احنا شلناها في اول الخليط. تبرد تماما لازم الكيك. اهي اهو، دي بقى هنزين بيها من فوق بس كده، تدي شكل يعني خطوط بس. هيتشرب حلو الصوص ده، ما هوش صوص تقيل، هو صوص حلو وطعمه جميل بالفانيليا وبالكريم كراميل، وده اللي بيحب محب الكيك الفاتح يعني. خلاص، والاكياس بقى بتاعتنا دي هنعمل كده خطوط بس. نستفيد منها، تدي طعم حلو مع طعم الكيك. اوري حضراتكم هيبقى شكلها اوكي. خلينا نعمل كده، هي عايزه بس كده. شفتوا ازاي؟ خلاص ده بقى يسقع شويه
الدنيا هتبقى جميلة. بصوا بقى لونه بيعمل ازاي اول ما بيسقع، اوريكم الفرق بقى بين الاتنين اهو. بصوا الفرق، اول ما بيسقع بياخد لون الكريم كراميل اللي حضراتكم بتعملوه في البيت بالظبط الجاهز اهو، والكيك بيتشرب، وكل ما يقعد معانا كل ما يخلينا الدنيا جميلة جدا. بصوا بقى الفطيرة دي روعة، بصوا مش لازقة علشان الطبقة اللي احنا حطيناها من الصودا فين؟ الدي ها؟ خدتوها مني، حطيتوها فين يا حبايبي؟ المقصوصة الصودا اللي هي المخرمة. والله؟ طيب بصوا احنا ممكن ايه؟ نعملها بسباتشولا. طب خليني اشوف جرب دي ممكن تبقى كويسة. اهي. اهي. ما انا عايزاها التانية دي يا محمد. ايوه. واهي. بصوا. بس عشان هي سخنه قوي. طيب اهي بصوا من تحت مستويه ازاي، بصوا الجمال. حاضر حاضر يا نودي، اهي شايفين شكلها، الفها لكم اهي، شايفين اللون جميل ازاي. الله، نبدا بقى نطلعها ونحطها وتتقطع كده بشكل مستطيلات، ممكن برول البيتزا مثلا تبقى كده كانها حشو ساندوتشات، الحشو جواها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا جربوها كده وقولوا لي رايكم ايه، حاجه مشبعه وجميله مختلفه، ينفع جنبها بقى سلطه، ينفع جنبها اي حاجه انتوا حابينها، كفطار كعشاء، لطيفه جدا.